مرحبا بكم اليوم معنا في قناة وصفات سكينة. اليوم غادي نقدم لكم إن شاء الله نوع جديد من أنواع الفقاس اللي كيجي راقي وكيتقدم في جميع المناسبات، اللي هو الفقاس بالفواكه الجافة. اللي غادي نحتاجه المقادير ديالو 115 غرام ديال الشوكولا بيضاء مذابة على حمام مريم، 115 غرام ديال بودرة الحليب، علبة ديال الحليب مركز محلى، 50 غرام ديال الأناناس جاف مقطع قطع صغيرة، 50 غرام ديال المشماش مقطع حتى هو قطع صغيرة، و 50 غرام ديال لي فخوي كونفي، 80 غرام ديال اللوز، و 20 غرام ديال البيستاج. فبالنسبة لما كانش متوفر عندكم البيستاج، ممكن تستعملوا غير اللوز وديروا 100 غرام ديال اللوز. نبداو على بركة الله. غادي ناخذ الشوكولا مذابة على حمام مريم، صافي. غنضيفو لها حليب محلى، كنخلطوهم بحال هكا حتى كيندمجو مع بعض. هاد الفقاس كيجي ساهل في التحضير وما تياخذش منه وقت كبير. صافي، دابا غنضيفو بودرة الحليب. صافي، انا غادي نخلط فحال هكايا. دابا غادي نضيفو اللوز، غادي نضيفو البيستاش، كيف ما كنعرفو الشوكولاط فيه ساعة كيجمد خاصنا نخلطو دغيا. صافي، دابا غادي نضيف الاناناس مقطع والمشماش ولي فخوي كونفي. صافي، دابا غادي نخلطهم مزيان حتى يندمجوا مع بعض، وغادي نديرهم في واحد السلوفان. صافي، نخلط مزيان حتى يندمجوا ونطلقهم. صافي، هذا هو الخليط ديالي بعد ما كيتخلط كيجي على هذا الشكل هذا. دابا غادي نحتفظ به جانبا حتى كيشد راسو شويه، هذا نوريكم كيفاش غادي نخدموا به. واحد، دابا غادي ناخذ واحد البلاستيك الغذائي، غادي نسرحوه وغادي نوضعوه فوق الحشوه على هذا الشكل هذا. غادي ندوزو بيدينا غير بحال هكا شويه. صافي، غادي نقادوها على هذا الشكل هذا. صافي، وغادي نجي بحال هكا غادي ندخلوها. صافي، باش نقادو لها الشكل ديالها كنديرو بحال هكا باش يعملو لنا كاع الفراغات بحال هكا. كنقادو من هنايا. صافي، كنسرحو الميكا من هنا باش ما يجيناش كمش. صافي، وكنلويو بحال هكا على هاد الشكل هذا. صافي، دابا غادي نجيو هنايا وغادي نبداو نزيرو بحال هكايا. غادي نديرو بحال هكايا كندفعو من هنايا باش يتقاد لينا يعمرو كاع هادوك الفراغات يعمرو لنا بحال هكا كيف ما كتشوفو معايا على هاد الشكل هذا. صافي، هادو كنبقاو كنلويو من هنايا وكنزيرو باش يعمر لينا كامل، ما يجيوناش فراغات في الفقاس بحال هكا ولا يجيونا دوك الحفيرات. صافي، غادا نلوي بحال هكا.
صافي كيجي على هذا الشكل كيف ما كتشوفوا معايا، وغادي ندخلوه للكونجيلاتور حتى كيتجمد مزيان ويقصح لينا، عاد ديك الساعه نخرجوه ونشوفوا التقطيع ديالو. صافي بعد ما كنخرجوها من المجمد كنحلوها بحال هكايا. صافي غادي نقطعو بحال هكايا، نحيدو هادشي الراس اللي كيكون في اللول، وهذا غادي نقطعو بحال هكايا، كيتقطع لنا بسهولة كيف ما كتشوفو، كيجي على هاد الشكل هذا. غادي كل تقطيعة وتقطيعة كنعاودو نمسحو الموس، هذا كنعاودو نقطعو. كتشوفوا معايا الصراحة هاد الفقاس عن جد كيجي رائع كيف ما كتشوفوا معايا، دوك اللوينات وداك الشيء. صافي صافي كيجي على هذا الشكل، هذا كيجي لذيذ بزاف. دابا غنكمل التقطيع ديالي ونتلاقاو من الشكل النهائي ديال الفقاس ديالنا، كيتقدم على هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا معايا، دوك الويونات كيفاش كيجيو في الفقاس كيعطيو منظر زويون. فالفقاس كنحتافظو به في الثلاجة، كنجبدو غير القياس اللي غادي نقدمو وشي لاخر كنحتافظو به في الثلاجة. فنتمنى ان الحلقة ديال اليوم تروحكم تنال اعجابكم، ما تنساوش ديرو جيم فيديو تبارطاجيو مع صحاباتكم، تابونو معنا في لاشين باش توصلوا دائما بالجديد ديال وصفات سكينة. بصحتكم وراحتكم الى وصفة اخرى ان شاء الله.